بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. انطلق على البركة، انطلق على التوفيق بإذن الخالق. هذا الشوط الثالث في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم، وإنما يعتبر الشوط الرئيسي لفئة أزمول المحليات الأصائل لأبناء القبائل. ويا محلى هدير زمول، ويا محلى أيضا المسيرة في هذه المسيرة التراثية الرائعة. أنتقل مباشرة مع المركز الأول، أبحر مع هذه الأسماء المميزة. هنا مزعل الذي يتقدم جموع المشاركين، عتيق بن مطر القبيسي، مختار بن أحمد هو من يرافق هذا الاسم، بينما المركز الثاني أيها الأخوة الكرام فهناك شاهين علي بن خليفة الرميثي مع المركز الآن الثاني، ولكن شاهين سلطان بن محمد بن مبارك المهيري مع الأسماء الآن ينتقل إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث شاهين علي بن خليفة الرميثي على المركز الآن الثالث، بينما هنا أيضا يتدخل بهذه اللحظات اسم جديد، وهناك وصول من مياس محمد بن راشد بن فريش المنصوري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أيها الأخوة، المركز الرابع الآن في هذه المسيرة وفي هذه الأسماء، هناك اسم الخوار وهذا الشعار المعروف وشعار صال وجال في الميادين، الخوار ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي مع انتقاله واضحة أيها الأخوة الكرام إلى المركز الرابع، بينما المركز الخامس شاهين لسعيد بن بطي بن فارس الشامسي مع المركز الخامس، وفي المركز السادس أيها الأخوة هناك سلهود خليفة بن حميد المهري مع المركز الآن السادس، وفي المركز السابع الوصول من الغزال سيف بن سعيد بن دري الفلاحي، والثامن المراكز أيها الأخوة أيضا الانتقال من بشار محمد بن حميد بدبيلة المنصوري. في هذه اللحظات تعود إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط. أعود مع المقدمة، أعود مع مزعل في مقدمة هذا الشوط، وفي هذه السيطرة الواضحة على الهواء مباشرة ها هنا، ما شاء الله يا القبيسي على هذه السيطرة. هذا هو مزعل، هذا هو الكبير الذي يهدر في مقدمة هذا الشوط ويطير الحمام بسم الله ما شاء الله بدون أي منافس على الإطلاق دائما وأبدا، ويغادر لافتة الخمسة كيلومترات ونصف ما تبقى من مسافة هذا الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني، النقلة إلى بن فريش في المركز الثاني، مياس محمد بن راشد بن فريش المنصوري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث شاهين علي بن خليفة الرميثي على المركز الآن الثالث، وفي دور المركز الرابع، المركز الرابع الخوار ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي مع رابع المراكز، وفي المركز الخامس أيضا شاهين سعيد بن بطي بن فارس الشامسي مع هذه الانتقالة الواضحة، بينما هنا وصول من قبل سلهود خليفة بن حميد المهري. الله يا المهري، روح مع المقدمة، روح مع الرقص هناك مع الأسماء المتقدمة كعوائد هذا الشعار، بينما هنا الوصول المميز من قبل الغزال
وتعود ملكية الغزال سيف بن سعيد بن دري الفلاحي. متابعة مستمرة من سعيد بن سليم العويسي، أتمنى لك الشفاء العاجل ومسيرة إن شاء الله مزهرة دائما بالنواميس وبالانتصار لهذا الشعار ولكل من يحب الغزال وأمثاله. بينما النقلة الثانية إلى بشار، هنا أيضا محمد بن حميد بدبيلة المنصوري مع هذه الأسماء المتقدمة. النداء الثاني أيها الأخوة الكرام مستمعينا الأعزاء للأسماء المتقدمة، الزمول الشوط الأول الرئيسي، الله يا مزعل، الله يا مزعل، لا زال مسيطر، لا زال يرقص حبات الرمال التي تترقص حبا وشوقا واحتراما لهذا الشعار الذي باعد الأسماء، باعد المسافة بين وبين بقية المشاركين في هذه المسيرة. الآن الأربع الكيلومترات ما تبقى، الأربع الكيلومترات ما يفصلهن وغادرن في حفظ من الله ورعايته. عتيق بن مطر القبيسي أبو أحمد مختار أحمد هو من يتابع هذا الشعار. بينما المركز الثاني هنا أيضا انتقالة واضحة من قبل شعار الرميذي، هنا أيضا انتقال إلى المركز الآن الثاني أيها الأخوة الكرام، شاهين علي بن خليفة الرميثي مع المركز الآن الثاني. وفي المركز الثالث مياس محمد بن راشد بن فريش المنصوري على المركز الآن الثالث. رابع المراكز أيها الأخوة شاهين سلطان بن محمد بن مبارك المهيري، أتمنى لك التوفيق يا مالك شاهين إن شاء الله. بينما المركز الخامس، المركز الخامس سلهود خليفة بن حميد المهري مع الأسماء المتقدمة، مع الأسماء التي تنطلق خلف المراكز أيضا وإلى الأمام إن شاء الله. بينما وصول هناك من شاهين سعيد بن بطي بن فارس الشامسي، وصول أيضا من الخوار ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي، أيضا هناك وصول ومجموعة أخرى يا أخو يوسف أتأخر إليها إلى الأسماء القادمة والتي تزحف من الخلف بملاحقة وانتقال من مركز إلى مركز وتلاحق الأسماء المتقدمة. هنا بشار محمد بن حميد بدبيلة المنصوري، وأيضا وصول من الغزال سيف بن سعيد بن دري الفلاحي مع المركز الآن الثامن. أيها الأخوة النداء المتواصل للأسماء المتقدمة، النداء المستمر ولكن لا تغيير، لا تغيير لمزعل، لا زال مزعل في المقدمة، لا زال مزعل في الصدارة. ما شاء الله يا مزعل، ما شاء الله يا مزعل، انطلاقة انطلاقة قوية، اندفاع ذاتي بدون أوامر بدون أي تعليمات، لا زال مرضيا لمالكه، لا زال مزعلا لغيره حتى هذه اللحظات. بينما ملكيته تعود لعتيق بن مطر القبيسي على الصدار الأول. بينما المركز الثاني، المركز الثاني أيها الأخوة الكرام وصول من شاهين علي بن خليفة الرميثي، أتمنى من المخرج يعطينا المسافة ما بين المركز الأول والمركز الثاني، يتمنى أن يعطينا الفاصل الكبير ما بين المركز الأول والمركز الثاني. هذه هي أيها الأخوة الكرام، شكرا لمخرجنا على هذه السرعة وعلى هذا الإصغاء وعلى المتابعة المستمرة دائما وأبدا. هذه هي المسافة ما بين الأول والثاني، شوفوا المسافة على الهواء مباشرة. بينما المركز الثاني أيها الأخوة كما ذكرت شاهين علي بن خليفة الرميثي، ثالثا الوصول من مياس محمد بن راشد مفريش المنصوري على المركز الآن الثالث. وفي المركز الرابع أيها الأخوة هناك سلهود خليفة بن حميد المهري مع المركز الآن الرابع وخامسا، وصول أيضا ويحمل لنا الرقم خمسة شاهين سلطان بن محمد بن مبارك المهيري على المركز الخامس. المركز السادس وصول من شاهين سعيد بن بطي بن فارس الشامسي، أيضا هناك الخوار ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي سابعا. وفي المركز الثامن أيها الأخوة الكرام هناك بشار محمد بن حميد بدبيل المنصوري، والمركز التاسع الغزال سيف بن سعيد بن دري الفلاحي. الأسماء مستمرة أيها الأخوة، الأسماء مستمرة، ولكن المركز الأول
المركز الأول والصدار الأول والانتقال الأول، ويحمل لنا هنا عتيق بن مطر القبيسي مزعل في المقدمة وهو بالفعل في المدرج رقم واحد، ويحمل على رقبته رقم واحد، وإن شاء الله يكون رقم واحد. أتمنى التوفيق أيضا، وفي الشوط رقم واحد بالنسبة للزمول المحليات الأصائل. بينما المركز الثاني أيها الأخوة، هنا شاهين تحركات من علي بن خليفة الرميثي أيضا في رأس خبر اليوم. بينما ثاني المراكز هناك الوصول من مياس محمد بن راشد بن فريش المنصوري على ثاني ثالث المراكز. رابعا الوصول من قبل سلهود خليفة بن حميد المهري مع المركز الآن الخامس، وفي المركز السادس الوصول من قبل في المركز الآن الخامس هنا الوصول من شاهين سلطان بن مبارك بن محمد المهيري، وصول أيضا من الخوار ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي على سادس المراكز. سابعا أيها الأخوة، هناك الوصول من شاهين سعيد بن بطي بن فارس الشامسي، وفي المركز الثامن بشار محمد بن حميد بن دبيلة المنصوري، وتاسعا الغزال سيف بن سعيد بن دري الفلاحي. مسيرة مستمرة، خير مستمر. وأعود عند المقدمة، الانعطاف الأخير والكيلو المتر النهائي افتتحناه بقيادة مزعلة، بقيادة مرضية، بقيادة هناك مسيطرة للقبيسي. الله يا مزعل، هذا هو مزعل أيها الأخوة الكرام، هذا هو مزعل. خلاص الشوط صوتك يا رأي مالك مزعل، ويا مضمر مزعل، ويا من تحب مزعل، خلاص افتتح الإذاعة وغادر، وخلاص سجلنا المركز الأول في الشوط الأول في شوط زمول باسم مزعل. خلاص السلام والتحية للعاصمة أبوظبي، السلام والتحية للإمارات على فوز مزعل. عتيق بن مطر القبيسي بدون أي منافس، بدون أي منافس، بسم الله ما شاء الله. أتمنى ذكر الله عند هذه الانطلاقة المستمرة، ويكفى إن شاء الله، يكفى عيون الحاسدين. الله يا مزعل. عتيق بن مطر القبيسي غادر وغادر وذهب بالناموس في حلة وفي ترحالة، حفظك الله، في هذه الانتقالة على الهواء مباشرة منذ بداية الشوط وحتى أيضا نهايته. شكرا لأبو أحمد، شكرا لمختار بحجم الكون بأكبره على هذا الأداء الرائع، دائما وأبدا مشاركة قوية في أبناء القبائل، في أشواط أصحاب السمو الشيوخ، مزيدا من الفوز إن شاء الله. والتهنية الكبيرة لعتيق بن مطر القبيسي ولإخوانه ولكل من يحب هذا الاسم المتميز دائما وأبدا. تهانينا والناموس بدون أوامر على فكرة، بدون أوامر على فكرة، ركض تلقائي، أداة تلقائي من تلقى نفسه، يبيل العشرة ما شاء الله ويلتهم الدروع والسيارات إن شاء الله. هذه لحظات الوصول، هذه لحظات الناموس، هذه لحظات التهاني لمزعل، التهنية لعتيق بن مطر القبيسي. فاصل بسيط وأوافيكم بالمركز الثاني. هذه لحظات الوصول للمركز الثاني، سلهود خليفة بن حميد المهري. سلام يا المهري، سلام. المركز الثاني، المركز الثالث مياس محمد بن راشد بن فريش. المركز الرابع أيها الأخوة الكرام، هنا تغيير الخوار ناصر محمد بن سهيل. رابعا الوصول من شاهين علي بن خليفة الرميثي، والبقية حيلا إلى اللجنة المختصة. تهانينا والناموس أيها الأخوة، في فاصل طويل الحقيقة، تهنيتنا والناموس لمزعل عتيق بن مطر القبيسي على الفوز المستحق، على المسيرة الانتصارية المتميزة. التوقيت الزمني والإعادة السريعة دائما وأبدا من مخرجنا المبدع والمستمر في لقطات رائعة. هذه لحظات الوصول حيث قطع مسافة الثمانية الكيلو مترات. أتمنى أيضا عند انطلاقة الشوط الموافقة، هذه لحظات الانتقال إلى المركز الأول، وهذه لحظات الوصول. التوقيت الزمني لا شك 13 دقيقة 20 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. التهنية لمالك مزعل عتيق بن مطر القبيسي، كذلك الشكر لمختار بن أحمد. تهنيتنا